أحسن الله إليكم. هذا مستمع لم يرمز لاسمه ولم يذكره، يقول في سؤاله الأول من ترك، يقول قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. أرجو شرح معنى الحديث الشريف وذكر المقصود منه، وهل يقصد منه صلاة الجماعة أم ماذا يقصد بذلك؟ المقصود من ترك صلاة العصر تفويت وقتها متعمدا، فإذا فوت وقتها متعمدا وصلاها بعد خروج وقتها فإنه قد تركها، ومن تركها حبط عمله، لأن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها يكون كافرا بدليل هذا الحديث، لأن العمل لا يحبط إلا إذا كان صاحبه كافرا أو مشركا. فهذا في الحقيقة هذا الحديث وعيد شديد يدل على تعظيم قدر الصلاة وعلى وجوب أدائها في وقتها وعدم تأخيرها عن وقتها. نعم.